احنا اتشرفنا بوجود حضرتك معانا النهارده في الكونفرنس. بصراحه ولو حبيت انا اكذب اكذب ومش عارف كده يعني هسألك عايزين ناخد من حضرتك فيدباك عن الكونفرنس. اسمك مين؟ انا عارفه. طب واللي هيشوف الفيلم مش هيعرف ما تشوفوا حد مذيع غير ال يعني مش ده. انا بس سؤال، مش ده فيلم؟ مش ده. لا والله على اعلان سجاير. انت بتقول ثانك جرين يعني تقول لي اعرف بحضرتك؟ اقول لك انا سامع مارا استاذ في جامعه مصر الدوليه. ها والله منورنا النهارده. وانت كمان منورانا والله. ما قلتليش بقى، قلتلي طب عاوز تقول حاجه في الاخر للناس والكلام ده يعني. هو انت استنى بس، انت مذيعه ولا انت كاميرا خفيه؟ انت الاثنين. وبعد كده هتطلع لي حاجه في ميه في وشي صح؟ خد بالك انا ممكن يبقى ليا رد فعل لا ارادي، وانت بنوته مش قدي. وانا طبعا انتوا كطلبه عارفين انا هزاري ملوش حدود صح يا بنات؟ كونفرنس محدش اتفق معايا. مش في مش في ظرف يا ابني، وفي ناس احنا يعني انا زي ابوك بس لا في الحاجات. يا عم احمد عماد مقلمني اول باول. احمد عماد اصلا بياخد مننا فلوس. ده واخد احمد عماد الكفيل بتاعنا هنا، انتوا عارفين المعلومه دي؟ لا من جوازات سفر، بحيث احنا لما يجي نسافر الكفيل يسفرنا والكفيل يجيبنا، احنا في غربه. يا كل سنه طيبين. شكرا. العفو يا ستي.